جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حديثا يذكر معناه صاحب هذه الرسالة فيقول: هل الحديث الذي يقول فيما معناه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يؤجر قارئ القرآن خيرا مما يؤجر من يسأل الله، هل هذا الحديث صحيح؟ معناه صحيح. ما شاء الله. من شغله القرآن عن السؤال أعطيته أفضل مما أعطي السائلين، أو قريبا من هذا اللفظ. طيب. نعم. طيب.